بونجور تو الموند، صباح الخير للجميع. معكم سليم عجاوي من مدارس الاتحاد فرع العقبة، وحصتنا اليوم خاصة بطلاب صف رابع. هاي الحصة راح تكون خاصة بالدرس الخامس والسادس من الفصل الثاني، وراح تشمل الدرس أو الحصة اللي أخذناها سابقا وحصة هذا الأسبوع لأني غايبة فيها. أوكي، فحتكون الحصة أونلاين. خلينا نشوف تفاصيل الحصة. حصتنا اليوم راح تكون عن ورقة العمل اللي أخذناها وسلمناها للطلاب، طلاب صف رابع، وهي عن لنومبر الأرقام دو أن أفان. إذن راح نشوف اليوم لنومبر دو أن أفان. هنا طبعا لازم يكون عليها شحتمس. أوكي، إذن لنومبر دو أن أفان يعني الأرقام من 1 لـ20. خلينا نقرأهم. طبعا الأرقام ضروري يحفظوهم الطلاب إملائيا وشفهيا. الفكرة من حفظ الأرقام إملائيا وشفهيا إنها بتساعد لتخلي الطالب يقرأ أي كلمة بالفرنسي ويكون قادر إنه يحفظ الكلمات الأخرى يعني غير الأرقام إملائيا، لأنه إجمالا المقاطع إذا حفظها الطالب وحفظ صوتها فبيكون قادر إنه يقرأها ويحفظها بكل سهولة. فعشان هيك أنا مصرة إنه الطلاب يحفظوا الأرقام إملائيا وشفهيا. إذا عندنا 0 1 لا ينطق الآن 2، كلها 2 يعني الـ أو إكس بالفرنسي صوتها أو مع الدي بتصير 2. 3 الأو إي بالفرنسي مع بعض بيعطوا صوت الوا. أوكي، حتى لو في إس بعديها لا ينطق. أوكي، الإس في نهاية الكلمة مثل الأو بتكون سيلونسيوز صامتة. إذا 3 4، الأو أ هون لعبت دور كأنها الأ 4. إذا هون الأغ نطقت خا لأنه أجا قبليها تي. حكينا من قبل إنه في 4 حروف إذا بتكون قبل الأغ بتعطي صوت الخا. عندنا التي والبي وعندنا السي وعندنا الأف. أوكي، إذا 5 5، الإي أن بالفرنسي مثلا دائما صوتها بالفرنسي أ 5 6، هون الإكس أجا صوته أس، وبإجمالا باللغة الفرنسية الإكس في نهاية الكلمة ما إلها صوت، لكن في الرقم هون أجا 6. أوكي، الآي بالفرنسي صوته إي أو اسمه إي، إذا 6. عندنا 7 7، البي برقم 7 دائما سيلونسيو ما إله صوت. أوكي، 8 8، الأش بالفرنسي في أغلب الأحيان أو خلينا نقول 98% الأش سيلونسيو ما إله صوت. 9 9، 10 مثل السيس الإكس حينطق أس فبنقول 10. 11 11، أوكي الأو أن بالفرنسي صوته أن، إذن 11 12، أوكي 12 الأو أو بالفرنسي دايما صوته أو يعني له أو وله أو بأخذ بالنص أو. أوكي 13 بالفرنسي 13 13، طلعوا الأغ نطقت خا لأنه أجا قبليها تي، وأصلا بالمنطق حتى الطلاب حيتلاقيهم بتلاقوا صعوبة إنه ينطقوها غا ما بتزبط 13. أوكي 13، إذا هاي 13. بدي أنوه لشغلة، في أوراقة العمل ممكن الأو هون ظهرت كأنه شكلها أو، بس الطلاب اللي حافظين أرقام حيعرفوا إن هي مش أو. وفي الصفحة الثانية كنت كاتب الأرقام مرة تانية بس كانت الطريقة أو الكتابة ممكن أوضح. المشكلة مش مشكلة الورق، المشكلة كانت في الطباعة. أوكي ننتبه هون بس الأو والباقي طلعوا أغلب الكلمات، كل الكلمات اللي في نهايتها تنتهي بأو، ما في ولا رقم بالفرنسي بينتهي بأو، انتبهوا بينتهي بأو. إذن بنروح على رقم 14 14، تلاحظوا أن رقم 14 بيشبه كثير رقم 4، طلعوا المقطع هاد كله نفسه من عند التي بعدين بنضيف أوز. 14 15 15، 16 16، 17 من عند 17 بتصير أرقام تركيبية. إذا 17 هو عبارة عن 10 و7 17، 18 هو عبارة عن 10 و8 18. لاحظوا إنه الإكس نطق كأنه زد لأنه اتصل بفويل بحرف علة، الأتش مش فويل لكن بيلعب دور حرف العلة بالفرنسي 18. أوكي، وما أنه الإكس أو الإس تتصل بالمقطع الثاني
بأي فويل أو الأتش الصامت فبتعطي صوت الزد. أوكي، هون ما في صوت زد لأنه ما في فويل هون. أوكي، هون عندنا ديزنف مع إنه ما في فويل، بس إذا نقول ديزنف صعبة تيجي تقيلة فبنقولها ديزنف. أوكي، وآخر شيء عندنا رقم فان، يعني هاي الإي إن بس اللي بتنطق، الجي تي كأنه ما إلها وجود، فان. تمام، لاحظوا إنه الأرقام من واحد من 11 بتشبه له الان، طلع هون 1 ان 11 11، 2 2 12 12، 3 3 13 13، 4 4 14 14. وقلت للطلاب انه تذكروا انه رقم 5 كانه كلمه كنز بالعربي بس بنمطها شوي، كنز. وعندنا ساز هون 10 و7، 10 و8، 10 و9. فالطلاب اذا حافظين ارقام من 1 ل 16 كل الأقرب أغلب الأرقام تركيبية، بس بفصل في يحفظوا ال20 وال30 وال40 إلى آخره. هاي السنة الجاية إن شاء الله نطالب فيها الطلاب يحفظوا الأرقام لحتى 100، لأنه بس إذا حفظ الأرقام التركيبية ال20 وال30 وال40 بصفي في بعض القواعد، بعدين الأمور بتصير كتير سهلة. بننتقل الآن للتمرين اللي كان بسيط جدا. بقول لي هون وكاتبين هون إحنا الأرقام لي نومبر دو أ أ زد أ فان. لاحظوا إنه هون أ حطت هون الشحطة. هلا احنا المشكلة انه لما نيجي نكتب بالفرنسي على الجهاز وهو ما بيصحح لنا بالفرنسي، فاذا نسينا سقطت سهوا نسينا شغلة بتروح. هلا الفرق بين الآ العادية اللي ما لها شحطة وهاي، انه هاي بتعتبر حرف جر، يعني زي الى، من 1 إلى 20، فضروري انه يكون لها شحطة. اوكي، خلينا نشوف الآن عندنا رقم 20، ايش بدها تكون رقم 20؟ إذا رقم 20 بينكتب ب V I N G T وهو فان. رقم 15 حينكتب Q U I N Z E، كانز 15. 10 حينكتب D E X. 5 مكتوب يلي هو سانك. 1 حنكتبه، سوري هون ما كتبت الواحد، هلا بنرجع له، ممكن على الترتيب كيف أنا حطيت، أحيانا بيكون في خلل وأنا عم برتب فيهم. إذا هون عندنا دو اللي ما يرجع لواحد، اذا دو دي او يو اكس. اوكي 14، لا رجع لي للان، اذا هون الان يو ان ان. اوكي هذا كله ان، ما منطق الان الا اذا كان المقطع اللي بعديه في حال انه استخدمناه كاداه نكره، لانه الان بنفس الوقت هو بيكون رقم واحد بنفس الوقت بيكون اداه نكره نحدد فيها الرقم، مثلا ان كاي معناها دفتر واحد، ان ليفر معناها كتاب واحد، واذا كان الاسم مؤنث حنضطر نحط للواحد او بصير صوته اون. الان اذا كان عنده مقطع اللي بعده ابتدا بحرف عله زي مثلا ان افيون طائره، افيون ابتدات ب ا، فهون بنطق الان مع الا بتصير ان افيون. اوكي، وننتبه انه لما نستخدمها كاداه نكره بيكون في سبيس بعدين نكتب الكلمه اللي بعديها. اوكي الكلمة الاسم اللي بيجي بعده اكيد دائما بعدهم بيكون في اسماء. خلينا نشوف رقم 14. اوكي Q U A T O R Z E 14. 7 S E P T 7، ما ننطق ال P ديروا بالكم. 4 يلي هو 4 بنقول Q U A T R E. الآن 9 بنقولها نف وهي N E U F. 12 D O U Z E. 3 T R O I S. 6 S I X. 11 11 O N Z E. 8 H U I T. 13 T R E I Z E. انتبهوا لأسماء الحروف بالفرنسي. 19 D E X شحطة N E F N E U F. أوكي هاي الشحطة بنسميها بالفرنسي هاي تري دونيون، أوكي اللي هي ربطة الوصل، لأنه هون نثبت إنه الرقم تركيبي. 18 نفس الفكرة، 18 بنقول D E X شحطة H U E T H U E T. الآن 17 برضو نفس الفكرة، بنحط 10 D E X بعدين تري دونيون بعدين S E P T. 16 بنقولها 16 وهي S E I Z E. تمام، هلا هاي بالنسبة لهذا التمرين. الآن إحنا وصلنا مع الطلاب هون، هلا حصة لهذا الأسبوع
راح تكون عن التمرين. التمرين بيقول ليكزيرسيس اكريغ مطلوب منا كتابة لي نومبر اونتر بارونتيز اون توت لتر، يعني مطلوب منا نكتب الارقام اللي بين قوسين بالحروف. تمام. اول اشي كمان بيهمني انه الطلاب يفهموا معاني الجمل، وانا طلبتها كواجب انه الطلاب مطالبين الحصة هاي لما في الاسبوع الجاي، يعني لما نكون موجود ان شاء الله على خير، انه يكتبوا انه يكونوا مترجمين المعاني، اوكي، لحتى يكون عنده مخزون معاني. عندنا هون ماكس، بما انه ابتدأ بفويل اذا بماجسكيول، هون عند بداية الكلمة دائما بتبلش بماجسكيول، بس هون الفكرة انه هذا عبارة عن اسم، اسم ولد اسمه ماكس. ماكس اعشتي، لاحظوا انه هون الا ما كان عليها شحطة، ليه؟ لانه هون الا اجت بمبدأ الفعل، فعل الملكية ماكس يعود على هو، هو اشترى، اذا فعل الملكية هذا الا له قصة، اوكي. فعشان هيك في فرق لما نكتب الآ، يعني بيكون لها معنى اخر لما نكتب الآ اللي عليها شحطه بتكون إلى او على، اوكي، ولكن اذا كتبناها بهاي الطريقه بيكون لها معنى اخر. اذا ماكس اشتي، ماكس اشترى كتاب واحد، ان ليفر على ليبريري، من المكتبه، ا لا ليبريري، يعني ماكس اشترى كتاب واحد على ليبريري. هون اجت الآ بمبدا ايش؟ عباره عن اداه نكره، حنكتبها اذا يو ان ا. طيب هون عندنا خمسة يلي هو سانك، سانك كاميون، كاميون يعني خمس شاحنات، كاميون معناها شاحنات، الاي او ان بالفرنسي دائما صوتها يون، هون بصير كاميون، الاس لا تنطق. اذا سانك كاميون سون انتري، دخلوا ان كوليزيون، دخلوا ان كوليزيون يعني دخلوا في اصطدام، دخلوا في اصطدام، sur l'autoroute على الهاي واي، à cause du bruyard، à cause du bruyard، بسبب ايش؟ الضباب. يعني خمس شاحنات دخلوا في اصطدام على الطريق السريع الهاي واي لوتوغوت، اوكي، à cause، بسبب du bruyard يعني بسبب الضباب. اذا سانك حتنكتب اس اي ان كيو، اوكي. الان هون عندنا ميليسا ابوزي، ميليسا وضعت 10 10 اسيت، 10 صحون، سور لا تابل بور لو روبا دو سو سوار، وضعت 10 صحون سور لا تابل على الطاوله، بور لي لو روبا وجبه دو سو سوار، وجبه المساء، وجبه هذا المساء، دو سو سوار. اذا ميليسا ابوزي 10، تنكتب دي اي اكس، اوكي، 10، ميليسا ابوزي 10 اسيت سور لا تابل بور لو روبا دو سو سوار، إذا ميليسا وضعت 10 صحون على الطاولة لوجبة هذا المساء. هون جي غاموني، جي الاي بالفرنسي دائما مع بعض بتعطي صوت الاي، جي غاموني لقد أحضرت، أنا أحضرت 12، بنقولها بالفرنسي 12 كرواسون، 12 الكرواسون دو لا بلونجوري، من المخبز. إذا لقد أحضرت، خلينا نقرأها كاملة، بأول شيء نكتب رقم 12 D-O-U-Z-E 12، ok. J'ai ramené 12 croissants de la boulangerie. لقد أحضرت 12 كرواسون من المخبز. عندنا هون رقم 15، ورقم 15 بنكتبه Q-U-I-N-Z-E 15 élèves، 15 طالب، 15 élèves، 15 طالب، ont obtenu une très bonne note، حصلوا على علامة جيدة جدا، une très bonne note يعني علامة جيدة جدا، à cet examen، في هذا الامتحان، اوكي، على في هذا الامتحان. اذا 15 élèves ont obtenu une très bonne note à cet examen، 15 طالب تحصلوا على علامة جيدة جدا في هذا الامتحان. ننتقل الان لنفس ورقة العمل بركن الجملة رقم 6، اوكي، هون فقط للتذكير عن الارقام. اذا بنروح للي بعدها. اذا إلياو، كان هناك، إلياو بالفرنسي معناها كان هناك، إلياو 17، اوكي، فيكتيم، فيكتيم ضحيه، كان هناك 17 ضحيه دون سيت اتونتا، اتونتا في هذا الهجوم، كان هناك 17 ضحيه في هذا الهجوم. اذا إلياو 17 بتنكتب يعني 17، 10 و7 دي، اوكي، او سوري سوري مس، هذا مش كانس، لازم 17، في عندي خطأ وانا عم بصور، 17 موجودة عندكم يلي هي دي اي اكس
شحطة، أوكي، ست ست اللي هي S E P T، انتبهوا لهذا الخطأ، أوكي. هنا هنا جي تونتي دابلي، أوكي، جي تونتي دابلي، جي تونتي، لقد حاولت الاتصال 8 مرات، 8 فوا أو تليفون على الهاتف. إذا 8 نكتبها أوكي، H U I T، برجع بكرر هذا خاطئ مس، خاطئ لا نكتبه. إذا j'ai tenté d'appeler 8 fois au téléphone mais elle ne répond jamais، ولكنها لا ترد أبدا. لقد حاولت الاتصال 8 مرات au téléphone، على الهاتف، mais elle ne répond jamais، ولكنها لا تجيب أبدا. إذا قرأها مرة، j'ai tenté d'appeler 8 fois au téléphone mais elle ne répond jamais. برجع بكرر إنه هذا خاطئ مس، 15، هذا الرقم هو 15 وإحنا طلبنا 17، أوكي؟ هي خربطة وأنا عم بسجل وأنا عم بكتب ورقة العمل. إذا هنا ليز اسم بنت، كومونس سون ترافاي، تبدأ عملها. ليز كومونس سون ترافاي أ 11، على الساعة 11 صباحا. إذا أ 11، إذا 11 تنكتب أو إن زد أو 11، أوكي. ليز أ كومونسي سون ترافاي أ 11، على الساعة 11. الآن لو ليفغور، ليفغور يعني نفسه الديليفري، أوكي. لو ليفغور أ 14، لديه 14 كولي، لديه 14 طرد. إذا نقول لو ليفغور أ 14 كولي أ ديبوزي، عنده 14 طرد اللي لازم أديبوزي سو ماتا، يعني اللي حطهم أو وضعهم في أماكنهم، طبعا كل واحد وين الطرد، أوكي، لهذا الصباح. إذا لو ليفغور أ 14، 14 رح تنكتب أوكي كيو يو أ تي أو أر زد أو 14، أوكي، رقم 14. الآن عندنا آخر شيء، لو فلوريست، لو فلوريست يعني بائع الورود. Le fleuriste a besoin de 20، هو يحتاج إلى 20 غاز، إلى 20 زهرة، أوكي، pour pouvoir faire son bouquet، حتى يستطيع أن يقوم بتجهيز باقة، الباقة، أوكي، إذا باقة الورد طبعا. Le fleuriste a besoin de 20، V-I-N-G-T، أوكي، 20 غاز pour pouvoir faire son bouquet، تمام؟ إذا بنرجع بنكرر هنا يا مس، هاي خاطئة، انتبهوا يا مس، هي رقم 17 مش 15، إذا هي 17، تمام؟ وهيك بتكون حصتنا اليوم. لا لسه ما خلصت حصتنا. إذا هون عندنا الأرقام، أوكي، لازم إيش؟ نعبي الفراغات. عندنا رقم 12 بتنكتب دي أو يو زد أو، 12 هاي الحروف الناقصة. 16 ناقص اس أو اي زد او، 16، 4 تنكتب كيو يو ا تي ار او، 4، 15، اوكي، 15 كيو يو كيو يو اي ان زد او، 15، 7 بنقول 7 وهي اس او البي لا ينطق 7، اوكي، 8 8 H اللي هو silent H U I T، 8، 13، 13 T R E I Z E، 13، 14 Q U A T O Z E، 14، هنا 5، 5 وهون بنقص ال Q، هنا اوكي نسيت، هنا 14 نسينا ال R نضيفه هون، اوكي 14، الان 5 عندنا سي اي ان كيو، 5، 10 دي اي اكس، 2 دو دي او يو اكس، لا ينطق الاكس، اوكي زي ديس، هون نطقنا ديس اس، هنا 2، 11 او ان زد او، 11، 9 ان او يو اف، 9، 6 6 S I X، وآخر شيء 3 3 T R O I S، وحكينا إنه الأو إي مع بعض بيعطوا صوت دائما الوا. إذا هدول هم، هاي هي ورقة العمل وحلها. برجع بكرر على التمرين رقم أتوقع 6، إنه أنا كاتبة
راك كاتبه 15 بدل ما ينكتب 17 اللي هو 17، منتبه لهذا الخطأ ومنا بنعمله. اوكي هيك بتكون سيلا فان دي كور، خلصت حصتنا. معكم مس ريم عجاوي من مدارس الاتحاد فرع العقبة، بقولكم بون فان جورني، اوفوار.